كان احنا نقول ان احنا امام لحظه عبث بمؤسسات الدوله، وان الرئيس ما وراش لحد الان. انت حكيت على عدم وضوح الرؤيه السياسيه خلال الفتره القادمه، بل هو كانه يلعب باعصابنا ويتعمد ربما هذا الغموض. يعني رئيس بهذه الصفات اليوم بعد 50 يوم، الدولة على حافة الانهيار، وإحنا عنا التزامات مالية واقتصادية، إحنا نعيش من غير ميزانية تقريبا، عنا ميزانية تكميلية كان بريفي باش تكون في مارس وبعدها في جويلية، عنا ثغرة كبيرة في الميزانية تقدر تقريبا 20,000 مليار، وعنا إحنا على أبواب ميزانية 2022، عنا تفاوض واقف مع المؤسسات الدولية. يعني هل ما زلنا ننتظر فعلا حلا مع هذا الرئيس، وإلا ربما الحل اللي قدمه الرئيس المنصف المرزوقي بأنه لا بد من إقالة هذا الرئيس أو استقالته كحل نهائي، لأنه ما عادش عنده أمل في إصلاح هذه المؤسسة ولا هذا الرئيس اللي مثله. العجيب أن سيد الرئيس في آخر ظهور له مع بعض زملائه أو يعني أساتذته في القانون، وربما معناها ما شاهدناه أنه تعطش أنه يقدم لهم يعني محاضرة أكثر من أنه يحدثهم عن يعني شأن معناها التونسيين. ماذا قال؟ قال يبدو أن يعني لانا محتاجين الحكومة ولانا محتاجين إلى وزراء، والمديرين في الإدارات فرحانين، وما هو يكفي كتاب دولة. يبدو ثم مشكلة، معناها أنك لست محتاجا إلى تشكيل حكومة، وهنا الخوف. معناها لماذا تتخوف من تشكيل حكومة؟ هل لأن يعني المحيط الدولي ما ينجم يتعامل معك إلا ما تكون عندك حكومة شرعية؟ هل تخاف أنها تتجد حكومة قد ترى أنها ستسحب يعني منك؟ السيد الرئيس حتى ما يعد به يتهرب منه، قال سأشكل حكومة، لم يشكل حكومة. يعني بعد قال لا انا ما عنديش برنامج، ايمالا اللي عملته الكل ما علاش عامله معناها. يعني يفترض حتى الناس اللي برمجوا سميه سيدي تصحيح وانا اسميه يعني انقلاب، يكون عندك برنامج حاضر. انت ما عندك حتى شيء، وقلت انا راني نجم الحكومه، راني عملتها حتى من 26 يعني جويليا، لكن يعني معناها ما يلزم برنامج. ايمالا فاش تعمل في كرسي الرئاسه؟ يعني ماذا الناس وصلوا بالانتخابات على قاعدة برامج، يعني تنافسوا وعرضوا برامج، وبرنامج نال ثقة جزء من يعني التوانسة، وبموجبه وجدت على سدة يعني الحكم. ماذا تفعل؟ عندك عامين في رئاسة الدولة، واليوم عندك كل السلطات، وتقول ما عنديش برنامج. إذا ماذا تفعل هناك؟ يعني هنا السؤال الذي يطرح، يعني تقريبا الرئيس هو المطالب بالإجابة عن سؤالكم أستاذ عمرو.